فيديو النهاردة هيكون عن موهبة ممكن تكون ما سمعتش عنها لحد دلوقت، بس الأكيد إنك هتشوفها كتير السنين الجاية. الاسم الجديد اللي هيكون محور الصراع بين الأندية الأوروبية الكبرى، موهبة أرجنتينية جديدة في الطريق بعد ظهور جوليان ألفاريز وإنزو فرنانديز. والكلام هيكون عن موهبة بوكا جونيورز صاحب 19 عام، وهو فالنتاين باركو، الظهير الأيسر الحالي لبوكا جونيورز ومنتخب الشباب الأرجنتيني، واللي هيكون خناقة الميركاتو الجاي، ريال مدريد، ميلان، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، برايتون ومانشستر سيتي، كل دي فرق مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، فيا ترى إيه المميز فيه؟ وليه هو تحديدا اللي عليه صراع رغم إنه لسه ما طلعش برا الأرجنتين؟ أنا هقولك، الشاب فالنتاين باركو من مواليد 23 يوليو سنة 2004، يعني حاليا عنده 19 سنة بس، وزي أي طفل أرجنتيني لعب كرة أول ما تعلم المشي، لحد ما ظهر الشخص الأشهر في اكتشاف المواهب في الأرجنتين، وهو رامون مادوني، أفضل كشاف مواهب في العصر الحديث داخل الأرجنتين، وهو اللي اكتشف لعيبة زي ريكيلمي وكارلوس تيفيز وفرناندو ريدوندو وكامبياسو. وفعلا بمجرد ما لقت موهبة باركو أو الكولو زي ما بيطلق عليه في الأرجنتين، نصح البوكا بسرعة التعاقد معاه، وده بالفعل اللي حصل وهو عنده 9 سنين فقط. وكعادة أي طفل أرجنتيني، الكل كان بيحلم بالرقم 10، كله عاوز يبقى مارادونا وميسي. وبدأ مسيرته في فريق الشباب كلاعب جناح، واستغل قدمه اليسرى ومهاراته الكبيرة، لكن بنظرة من مدرب فريق الشباب قرر ينقله لمركز الظهير الأيسر ويديله مهام بالدخول لعمق الملعب أكتر. ويمكن تكون دي أفضل حاجة حصلت لباركو في مسيرته، لأنه تميز بشكل غير متوقع، ومع وصول أسطورة البوكا ريكيلمي كنائب للرئيس اتغيرت سياسة النادي وتم الاعتماد على الشباب بشكل أكبر، علشان ينضم فالنتاين باركو للفريق الأول ويوقع أول عقد احترافي قبل ما يكمل 16 سنة، علشان في 17 يوليو سنة 2021 يشارك لأول مرة بقميص بوكا جونيورز في مباراة رسمية، وبكده يكون رابع أصغر لاعب يشارك في تاريخ البوكا قبل ما يتم 17 سنة. ومن وقتها بدأ في إظهار قدراته ومواهبه للعالم، وبقى هدف لكل الأندية الأوروبية، وأكبر مميزاته هي قدرته على المراوغة في المساحات الضيقة والاعتماد على الحل الفردي، بالإضافة لسرعته الكبيرة وذكائه في التمركز في عمق الملعب وتهديد مرمى الخصم. ولو تاخد بالك، ده بالظبط اللي حاول يعمله بيب جوارديولا الموسم اللي فات مع مانشستر سيتي، وهو اللي بيعمله دلوقتي روبرتو ديزيربي مع ستوبينيان في نادي برايتون الإنجليزي، علشان كده الفرقتين دول كانوا أول الأندية اللي حاولت تضم اللاعب. ومش بس كده، ده مانشستر سيتي عمل نظام غذائي كامل للاعب صاحب ال 64 كيلو جرام، علشان تساعده يوصل لل 70 كيلو على الأقل قبل شهر يناير الجاي، لأن السيتي مش عايز يستنى الصيف. وعلى مستوى خطة ال 4-4-2 وال 3-5-2، باركو كان مميز في كل أساليب اللعب والاستحواذ، وبسبب مهارته العالية ورشاقة جسمه الكبيرة بدأ البعض بتشبيهه بالنجم مارسيلو ظهير الريال السابق. وبالفعل اللاعب موجود على رادار ريال مدريد لتدعيم الجبهة اليسرى واللي فيها مشاكل بعد اعتزال مارسيلو، وبسبب ان اللاعب بدأ مسيرته كجناح وبعدها خط وسط ثم ظهير ايسر، فهو قادر يتكيف مع اي خطة لعب، وكمان مميز في الانطلاق بالكرة من العمق ومساعدة فريقهم في الاستحواذ والسيطرة على رتم المباراة، وده بالظبط اللي بيب جوارديولا بيحتاجه مع الظهير في الفترة الأخيرة. والكلام مش هجوميا بس، لا، ده على المستوى الدفاعي فاللاعب ورغم صغر سنه اتطور بشكل كبير خلال السنة الأخيرة، وده ظهر في مباريات كوبا ليبرتادورس الموسم الحالي واللي وصل فيها البوكا جونيورز للنهائي. وبسبب البطولة دي فباركو رفض الرحيل من الفريق خلال الصيف اللي فات، وفي الوقت الحالي فالقيمة السوقية للاعب وصلت حوالي 10 مليون يورو، لكن المتوقع ان المبلغ يرتفع بشكل كبير بسبب موهبة اللاعب وأداؤه من جهة وصراع الأندية عليه، وده اللي مخلي إدارة البوكا تحط شروطها علشان تكسب في اللاعب أقصى مبلغ ممكن. ومع قلة اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر، هيكون اللاعب ده زي الجوهرة
اللي الكل عايزها. لكن السؤال دلوقتي، هل اللاعب هيقدر يتأقلم على الدوريات الأوروبية بسهولة؟ هيكون زي جوليان ألفريز اللي طلع من الدوري الأرجنتيني على مانشستر سيتي وكان جاهز للتحدي؟ ولا هيكون الأفضل إنه يروح فريق صغير شوية في دوري أسهل علشان يتعود على اللعب في أوروبا وبعدها ياخد خطوة الانتقال لنادي كبير من الأندية المهتمة بالتعاقد معاه؟ على العموم هنشوف. وبس يا سيدي، ده كان فيديو النهاردة عن واحد من أهم المواهب الشابة في العالم. ما تنساش اللايك والشير. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.